يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ تمام، وانت كيفك؟ الحمد لله، ان شاء الله بداية اسبوع حلو عليك. وعليك يا رب. امين. وعلى كل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، وصباح الخير لكم من وين ما كنتم مرافقنا بصباحنا. بداية صباحنا بلشت معكم، ويا رب هذا الصباح وبداية هذا الاسبوع يحمل لكل حدا فينا كل شيء بحبه بحياته، بالخير بالصحة بالرزق الكريم، ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر وتحسين الاوضاع على جميع المستويات. مشوارنا الصباحي بلش معكم اليوم، حنكون برحلة مع ضيوفنا من مجالات مختلفة، وايضا حنروح لبعض المحافظات السورية لننقل بعض الأنشطة الثقافية والفنية. أكيد يا رشا، وبدوري بدي صبح على كل مشاهدي الأخبارية السورية، صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. نهار جديد وبداية أسبوع جديد، إن شاء الله يا رب بيحملكم كل الخير والصحة ورزق وراحة البال. محطات عديدة ومتنوعة طبية اجتماعية وثقافية بانتظارنا، ولكن خلينا نصبح عليكم بغنية ونرجع. وأول فقراتنا رح نروح فيها لنحكي ونحن على أبواب افتتاح المدارس. 8 الشهر أعلنت وزارة التربية افتتاح المدارس. اليوم في قلق، وهذا القلق هو طبيعي يكون عند الأهالي وعند الأطفال بعد انقطاع دام لعدة أشهر قضوا بالصيف وبالزيارات وبالأنشطة، وخاصة الأطفال بدهم يدخلوا لأول مرة للمدرسة، يعني بعامهم الأول، هدول بيكونوا كتير متعلقين بأهاليهم. أكيد يا رشا، يمكن هي القلق والخوف هو حالة طبيعية عند الأطفال وتحديد للمدرسة، ولكن هذا الشيء ما لازم نخليه يأثر عليهم وعلى تحصيلهم الدراسي. عم نحاول كثير بهي الفترة نركز شو هي الطرق الصحيحة اليوم لحتى نخلي طلابنا وأطفالنا مستعدين للعام الدراسي الجديد. قد ايه مهم ندعمهم نفسيا ومعنويا، تفاصيل كثير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، دليدا هشام جبارة، دكتوراه بالإرشاد النفسي. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نحن هيك بخلينا نقول بداية تهيئة مرحلة جديدة لحياة أطفالنا اللي بدهم يدخلوا جديد على المدرسة، ولا كانوا منقطعين خلال فترة الصيف، نحن كيف لازم نبلش معهم هي الفترة؟ هلا الاستعداد للعام الدراسي، بداية العام الدراسي الجديد أمر كتير مهم من الناحية النفسية، بيضمن بداية عام دراسي وبيضمن عام دراسي كامل جيد وناجح، بيأمن للطفل، بحقق عند الطفل التحقيق أو الطالب التوازن النفسي إضافة للاندماج الاجتماعي وتحسينه الأكاديمي. الشخص أو الطالب المستعد نفسيا بيخف عنده حالة القلق. كل شيء جديد، كل شيء مبهم بيسبب لنا حالة وشعور من التوتر أو القلق حتى نحن كأشخاص كبار، فالاستعداد الجيد لهذا الشيء بيخفف عند الشخص حالة التوتر والقلق. إعادة تنظيمه لروتين اليومي بعد فترة دامت لمدة 3 شهور تقريبا من الفوضى عند أغلب الطلاب أو من الجلوس المتواصل أمام شاشات التلفاز أو أمام الأجهزة الإلكترون أو التابات، هذا الشيء بيعمل له عدم تنظيم وعدم وفوضى بحياته. فنحن لحتى نستعد لازم نستعد من قبل. نحن اليوم حلقتنا الحلقة كتير مهمة لأنه هي قبل 15 يوم، والاستعداد كتير مفيد لازم يكون قبل 15 يوم من بداية العام الدراسي الجديد حتى ما يسبب للطالب صدمة نفسية. أنا بيوم وليلة سحبت منه الأجهزة، نيمته بكير، نظمت له ساعات اللعب، ساعات الراحة. فنحن الاستعداد جدا جدا مهم، بحسن من الأداء الأكاديمي إذا كان استعداد جيد، بحسن من الاندماج الاجتماعي مع رفقاته، بعزز ثقته للطالب بذاته، بيروح متمكن، عنده توكيد ذات. تمام. نحن اليوم لما عم نحكي عن الاستعداد مو بس الطلاب لازم يكونوا مستعدين، لا، لازم الأهالي يكونوا مستعدين أكيد. كمان والكادر التدريسي. إذا بدنا نركز على دور الأهالي اليوم، قد ايه ممكن فعلا يساهموا بتشجيع وتحفيز أطفالهم أو الطلاب على المدرسة كرمال يبلشوا بداية إيجابية، بداية ناجحة؟ خلينا نخبر. صحيح، الآباء لهم دور جدا مهم، وخلينا نذكر أكثر من الآباء مقدم الرعاية، لأنه بسبب الظروف اللي عشناها قد ما يكون الطالب عايش مع أهله الأب والأم، فمقدم الرعاية اللي هو عم يرعاه طبيا صحيا نفسيا دوره جدا جدا مهم، لأنه الطالب اللي عم يعيش ببيئة داعمة محفزة مؤمنة من جميع النواحي وخاصة الناحية النفسية، هذا الطالب
اللي في حدا عم يسمع له، عم يصغي له، عم يشجعه، عم يعززه، اكيد ما رح يكون مثل الطالب اللي ما عنده البيئة الداعمة والكافية. ومو بس هلا بالمدرسة، كمان للمدى البعيد الشخص المدعوم نفسيا رح ينتقل هذا الطالب لمؤسسات الدولة الأخرى مثل الجامعة، مثل الوظيفة، مثل بيسبب له توكيد زاد وبيسبب له دعم لزاده. إضافة لتحديد أهداف واقعية من الأهالي كبداية، نحن نقول استعداد، يعني نحن نقعد نحط أهداف، هاي الأهداف بدها تكون مناسبة وواقعية ومنطقية وقابلة للتحقيق، وليس أهدافي أنا كأم أو أهدافي أنا كأب أضع على طفلي. أعرف شو هي قدراته، شو هي إمكانياته، وأقدر أشتغل له عليها. إضافة لتعزيز ثقته بنفسه وتذكيره بالقصص النجاح السابقة اللي صارت معه، يعني بتذكر السنة الماضية لما جبت العلامة الفلانية، كيف أنت تكرمت، كيف أنت عملنا لك الحفلة الفلانية، كذا كذا. الاحتفاء بكل إنجاز هو بيعمله سواء كان كبير أو صغير، يعني نحن بنستنى لآخر العام لنعمل حفلة التخرج لأولادنا أو لنعمل حفلة الجلاءات. الاحتفاء بكل إنجاز صغير وتقديره، وجبت التسعة أوكي، جبت العشرة أوكي، برافو، أحسنت، يعطيك العافية، تقدير. مرة تانية حنجيب علامة تانية، وأنا أروح أدور شو سبب أنه ابني أخذ هاي العلامة المتدنية أو العلامة الناقصة. بس أنا بقدر هذا الجهد، مو بس بشوف العلامة الناقصة، بشوف العلامات اللي هو حصل عليها كمان. إضافة لتأمين البيئة الداعمة والمشجعة، عدم مقارنته بالآخرين من بداية العام الدراسي، تأمين البيئة، تأمين المواد القرطاسية والأدوات اللازمة لدراسته، الحكي بطريقة إيجابية عن المدرسة. من شوي حكت الأستاذة أنه آه يلا هلأ رح أسحب الموبايلات لأنه جاي المدرسة مثلا، أو تهديد. يعني هذا الأسلوب المتبع هو بيعطي صورة للطفل، بيشكل عنده صورة أنه المدرسة فوبيا. هي الفوبيا تمام. هي الشيء السلبي، هي الشيء المانو محبوب. فبتلاقي أغلب الطلاب رايحة غصب عنا الصبح على المدرسة، أو بتحجج الصبح بشيء ألم بجسمه. أكيد أنا كنت أعمله كثير. أكيد هدول القصص، يعني مرق أنا كل حدا فينا مرق بهي الفترة، وبنرجع في ذكريات عالقة بذاكرتنا، ممكن شكل لنا خوف، ممكن شكل لنا فرحة برجعة المدرسة. خلينا نروح للأطفال ولليوم الأول، ويمكن هاي النقطة جدا مهمة نركز عليها. هلأ طفل متعلق بأمه، ونحن بنشوف أحيانا في طفل ما بيتحرك خطوة برات أمه كما بقول هيك، أو والده يعني. فأنت بتيجي بيوم صباحية أول نهار المدرسة، بتحطيه بالمدرسة، بصير يبكي، بيقولوا لك تركيه وروحي. يعني هذا الأسلوب ما بعرف نفسيا أو تربويا إذا صح أو لا. فبروح الأم عم تبكي والولد عم يبكي. خلينا نحكي عن هذا اليوم، التهيئة من قبل، التعريف بالمدرسة، الاتفاق مع الكادر التدريسي، هذا الاستعداد، هذا اللي أنت حكيتي، هذا تعريف الاستعداد. أنا كيف يقدر ابني ينفصل عني جسديا، لأنه مثل ما حكيتي كثير من الأطفال حتى ما بيفارقوا جسد الأم، بضل جنب الأم. بداية يعني نبدأ فيه من قبل بأسبوعين، كانت فترة من الفوضى، عايشين خلال 3 شهور العطلة الصيفية، رحلات، تنزهات، عم يعملوا القصص اللي هن بيحبوها، عم يسافروا، عم يقعدوا ساعات طويلة قدام شاشات التلفزيون أو ماسكين الأجهزة الإلكترونية. فنحن هلأ لحتى الطالب ما ينصدم من أول يوم، أوكي أنت اليوم رح تنفصل عني، أنت رايح على المدرسة، تمام؟ نحن نبلش ننظم جدول من له، جدول دراسي، جدول مرافق للحياة الدراسية بيتخلله هذا الجدول. ساعات الراحة اللي نحن بس نقول جدول دراسة، يعني ايمت تدرس وايمت ترتاح، بيتخلله أول شيء ساعات الراحة، بيتخلله الهوايات. أنا ابني شو هي هواياته؟ رسم، موسيقى، سباحة، رقص، أنا حطه بهذا الجدول الدراسي. ساعات النوم، ساعات الاستيقاظ، وليس فقط في أيام المدرسة، أيضا يوم الجمعة والسبت أيام العطل، أنا لحتى الجسم يتعود أنه أنا بفيق الساعة الفلانية وبنام الساعة الفلانية. أعود الولد على الانفصال الروحي عني، الانفصال عني بتكوين علاقات وشبكة، شبكة علاقات اجتماعية. 15 يوم مفروض يكون مفروض يكون من قبل، بس بما أنه اليوم حلقتنا قبل 15 يوم تقريبا، من هلأ خلينا نبلش، من هلأ خلينا نبدأ. تفصل بالتعنيف يعني؟ لا، هلأ الأسلوب هو اللي بيلعب دور.
الاعتبار بالكلمة الحلوة، بالترغيب، بالتعزيز ثقته بذاته. أنت صرت كبير، أنت شاب، أنت واعي، أنت ناضج، هلأ رح تشوف رفقاتك بالمدرسة. هي الكلمات الإيجابية. نعم. وهذا الحديث الإيجابي عن المدرسة هو اللي بيعزز عنده ثقته بذاته، وبيبعد عنه الفوبيا والخوف، وبيعمل إزاحة للتفكير السلبي. إضافة لهذا الشيء في كتير شيء مهم هو النمذجة. أنا لما كأم أو كأب عم بحكي عن المدرسة بطريقة سلبية، الولد رح يتقمص هذا الشيء، أو عم بحكي عن الدراسة بطريقة سلبية، الولد رح يعمل هذا الشيء وتحفظ هذا الشيء. فأنا كأب دراسة حلوة، بحفز العلم، بحفز بجيب المواد اللي هو بيحبها. اليوم رح ننزل على السوق، لأنه مثل العيد، كيف العيد اليوم رح ننزل على السوق، رح نجيب الألوان اللي أنت بتحبها، رح نجيب الألوان الملونة. من هلا رح نعمل أنا وياك جدول الدراسة وجدول تنظيم الوقت، يعرف هو انه رح ينظم وقته. خلي شارك معي، معلش حلو نحط طاولة ونقعد هيك على الارض ونظبط ونرتب انا وياه، شو الالوان اللي بتحبها نحطها بهذا الجدول، شو الالوان اللي انت يعني بتفضلها اكثر من الالوان الثانية. خلي هو بايده يلون، هو بايده يرتب، هو بايده يشارك بهذا الشيء ليحس بالمسؤولية انه انا مع ماما حطينا الجدول الدراسي. كثير مهم. تمام. بما أنه ذكرتي جدول الدراسة وجدول تنظيم الوقت اليوم، دايما لازم نعرف أنه هو اليوم بيفرق بين المراحل العمرية، بين المراحل الدراسية، إن كان بوقت الدراسة، إن كان بوقت الاستراحة أو بوقت النوم. دايما لازم اليوم ننتبه لإدارة الوقت، لأنه فعلا بيساهم اليوم بنجاح العملية التعليمية. صحيح. إدارة الوقت بتختلف، وتنظيم النوم وتنظيم التغذية حتى حسب المرحلة العمرية. فرياض الأطفال غير المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية والثانوية. لازم يكون على وعي بهذا الشيء، ان نفرق حتى بين الفروق الفرديه بين الاولاد. يعني ما هي هيك نظام واحد بروتوكول معين هو بينطبق على ابني اللي بالروضه نفسه، ابني اللي بالبكالوريا. تمام. فانا كثير منيح كون مراعي هاي الفروق الفرديه، حتى الفروق الفرديه بين الذكر والانثى. يعني الانثى مو مثل الذكر، يعني هي ما بتفضل الاشياء اللي هو بيحبها ولا العكس. صحيح. كمان فكتير منيح انا اكون على وعي بهاي القصص، اقعد معهم، افهمهم، اسمعهم، ماما انت شو بتحب، انت شو بتحبي، انت شو بتفضلي، مثل الاستبيان يعني، بس بطريقه شفويه. ساعات النوم لازم تكون ساعات كافيه، بلش اعودوا عليها من هلا، من قبل بدايه المدرسه، نوم كافي. انا كأم اعرف كيف ضبط طريقة نوم الأولاد، يعني من الإضاءة، من الحرارة، حرارة الغرفة، من اللباس، من أصغر التفاصيل. من أصغر التفاصيل. صعبة هي القصة. تمام. وخاصة ابتعاد عن الألعاب التشويقية والإلكترونية قبل ساعات النوم، لأنه بتحفز أو بتخفف من هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن تنظيم النوم. فأنا لما أعمل غرفة مظلمة هادية، شجعهم على ممارسة أشياء قبل النوم مثل الاستماع للموسيقى هادية أو قراءة القصص، هذا بيساعدهم على تنظيم النوم. مو هي فرض يلا أنا اليوم ساعة 8 بدك تنام، لا، هي شيء تدريجي. هي شيء تدريجي رح أعودهم عليه، شيء تراكمي، يعني ما هلا مباشر. تمام. هي كتير منيح، لأنه كتير منيح الأهل يوعولها، لأنه ببلش بقى هون في أساليب العقاب. والولد نحن ككبار ما فينا بيوم وليلة حدا يقولنا عمل هذا الشيء. تعويد، الشغلة تعويد. إضافة للتغذية، ثلاث وجبات باليوم كتير مفيدة. نحافظ على وجبة الإفطار لأنه هي بتساعد على التركيز، بتساعد على التنشيط الذهني. الابتعاد عن الملونات والأغذية الملونة والأغذية الجاهزة، لأنه هي كتير في دراسات بتقول أنه مثل الشيبسات والبسكوت وهالقصص الصباح بتعمل انخفاض بالمزاج وبتعمل خمول للطالب. ما في طاقة بتشعري. طيب دكتورة، هيك سريعا اليوم كونه نحكي عن التهيئة النفسية، التهيئة التربوية، كرمال ندخل المدرسة يعني بإمكانيات جيدة، نحن عم نحكي عن تشاركية ثلاثية ما بين الطالب، الكادر التدريسي والأهل. اليوم إذا ما كان الأهل مع الكادر متفقين على نظام معين، بجوز هذا الطالب عنده ضعف بناحية معينة، يعني بقدرات ممكن تكون عنده مشكلة. صحيح. ما فقدم مهم اليوم هاي التشاركية والمتابعة؟ جدا مهمة، جدا مهمة من الناحية النفسية والتعليمية والاجتماعية حتى. كثير بنفرح نحن لما كنا، اذا بتتذكروا لما حدا من اهالينا يجي لعنا على المدرسه. انا ما كنت افرح مش عارفه.
فتعزيز التواصل والتعاون بين الكادر التدريسي وبين الإدارة، حتى الإدارة المدرسية وبين الأهل، جدا جدا أمر مهم. أول شيء الأهل بيصيروا بيفهموا مشاكل أولادهم وبيفهموا بيتفهموا احتياجاتهم. نعم. لما يسمعوا ويشوفوا الكادر التدريسي اللي عم يحكي عن هاي القصص، أنا كأنسة شايفة هو شو عنده نقص، شو عنده احتياج، هل عنده نقص بعيونه، هل هو فوضوي، هل هو عنده نشاط زائد بالصف. فلما يجي حدا من الأهل بيعرفوا وبيوعوا بهي المشاكل وما بيتعاقب الولد على أشياء هو بيكون عنده مشكلة فيها بس ما عم يقدر وما عم ما بيعرف هو يساعد حاله. اثنين، فهم مثل ما قلنا المشاكل السلوكية من الخجل، من الخوف، من الانعزال. كثير من الأولاد عندهم انعزال، قضم الأظافر، شد الشعر، هي القصص كلها يمكن تكون بفترة بمرحلة المدرسة، بس بالبيت الولد ما بيعمل. لما نعالها ونفهمها بتخفف عنا الروحة للاضطرابات النفسية. يعني بدل ما أنا هلأ حل المشكلة وهي صغيرة وهي خفيفة، أحسن ما تتراكم وتتفاقم ويصير بحاجة بقى لاستشاريين وأطباء. أكيد. بالختام دليدا، كنتي معنا دكتورة بالإرشاد النفسي، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وهيك نتمنى اليوم تكون هالمرحلة خفيفة على الأهل وعلى الأطفال، ومن هيك نقول كل عام وانتم بخير إن شاء الله بقدوم العام الجديد. شكرا دكتورة. نحن مكملين بباقي فقراتنا، وحنروح لفقرة جدا مميزة بتحمل كتير من الإبداع والتميز، وكل واحد فينا بيحلم يكون مكان ضيفتنا اليوم. يمكن صحيح يا رشا، وهيدا الإبداع والتميز دايما يمكن منشوفه ببلش من عمر صغير، والشي الحلو إنه نلاقي في حدا عم يدعم هي الموهبة كرمال تكبر أكثر وأكثر. بيسعدنا اليوم إنه تكون معنا بنوتة كتير حلوة وشخصيتها قوية، حاصلة على المركز الأول على مستوى القطر بالفصاحة والخطابة. صارت معنا ناي عدي علي. صباح الخير يا ناي. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني صباح اسمك لحاله نغم وابداع وشعر حلو جميل. يعني إذا بدك هيك تحاولي تصبحي علينا بالشعر بالفصحى، يعني هيك شو بتقولي لنا؟ حابة أسمعكم قصيدة للشاعر عمر الفرة. الله ما شاء الله، هات فينا نشوف. كذا صار الدم العربي سكينا وذباحا، وصار الشعر بعد الصمت في الساحات صداحا. كذا صرنا ولن نبقى إذا كنا تناسينا جهاد الحق والإيمان، وأن الشعر رغم الذل رغم القهر يرفع راية العصيان، يصمم أخذها غصبا ويأخذها. كذا فعلت رجال الله يوم الفتح في لبنان. جنوبي الهوى قلبي، جنوبي الهوى قلبي، وما أحلاه أن يغدو هوى قلبي جنوبيا. هنا حطت رحائلنا، تعال اخلع وقد أرجوك أن تركع، تعال اخلع نعالك، إننا نمشي على أرض مقدسة، فلو أستطيع أعبرها على رمشي. هنا سلبوا، هنا سلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، هنا وقفوا، هنا قصفوا، هنا رغبوا، هنا ركبوا براق الله وانسكبوا بشلال من الشهداء. يسلم هالصوت يا ناي، ما نسقف لك، ما شاء الله عليك، الله يحميكي. آمين يا رب. ناي، يعني خلينا هيك نعرف المشاهدين أكثر اليوم عن حالك، إمتى بلشتي بهي الموهبة ومين ساعدك لحتى توصلي لهون؟ أنا وقت كنت صغيرة كنت كثير بحب الشعر، يعني كنت ذواقة للشعر كثير. فأنا كنت دائما أحط اسمي كلمات الصباح وحب إني شارك، فأهلي ومدرستي انتبهوا لهي الصفة الحلوة فيني. حلو. فصاروا دائما يشجعوني ويطوروني. طبعا بوجه لهم الشكر الكبير لمدرستي ولأهلي، بوجه لهم كمان الشكر الكثير الكبير طبعا. فبعدين صاروا دائما يشجعوني ويطوروني، وأنا صرت دائما أحب هيدا التشجيع وحب إني شارك. فنمت هيدي الموهبة فيني لحد ما سمعت بشيء اسمه مسابقات الرواد اللي بتقيمها منظمة الطلاعة على البعث. كمان بوجه لهم الشكر اللي كتير كبير. وبعدين بتوزع هدول على 3 مستويات هي المسابقة، على مستوى المنطقة وعلى مستوى الفرع وعلى مستوى القطر، وأنا بهدول 3 مستويات أخذت المركز الأول.
ما شاء الله. ونحن بدنا نحيي كل الحدا كان داعم لإلك يا ناي، بدنا نصبح على ماميتي كل مرافقتنا اليوم بالاستوديو، يعني أكيد كان إلها كانت الدعم الأهم بحياتك. طيب اليوم عم نحكي فصاحة وخطاب خطاب، يعني اليوم مو سهل على بنوتك كيوتك مثلك هدول المجالين، يعني أنت قدها بس، ولكن أكيد كان فيك شوي صعوبات بعمر محدد لإلك. إيه طبعا، ما في شيء سهل، كل شيء مع ولكن مع الممارسة مع التدريب مع التشجيع كل شيء بيكون سهل إن شاء الله. تمام ناي، لما نقول فصاحة وخطابة نحن عم نقول يعني لغة عربية سليمة، لفظ سليم، مخارج حروف. اليوم طريقة إلقائك ونبرة صوتك، خلينا نحكي اليوم هذا الشيء أكيد ما إجا وليد اللحظة، أكيد أنت تدربتي لحتى صرتي بهذا المستوى، خبرينا أكثر عنك. هلا من وين بدك تطلع صوتك، كيف الوقفة، كيف أنت لازم تلقي، هذول الشغلات بدهم يكون فيهم شخص مختص. حلو. وانا هذول الشغلات ساعدتني فيهم صديقتي كنت اسماعيل، بوجه لي الشكر الكبير. طيب شو رايك هيك نهديها لهي الصديقه ولكل الداعمين، لانه كل حدا هلا كان عم يشوف ناي واعجب بقصيده عمر الفرا، ناخذ شيء ثاني؟ اللي بدك اياه انت، شيء بيريحك. بحب انا اقول قصيده هي بتحبها كثير وكلنا بنحبها، الشاعر سميح القاسم بيقول: تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا نستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا طريقكم وراءكم، وغدكم وراءكم، وبحركم وراءكم، وبركم وراءكم، ولم يزل أمامنا طريقنا وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا وشرنا، سفر الجنون المبهم، تقدموا. وطالما انت بهذا النفس وبهي الطاقه الحلوه وبهذا الابداع والدعم، رح نشوفك على طول يا ناي عم تتقدمي يوم بعد صحيح. يوم ان شاء الله. صحيح يا ناي، يمكن اليوم طريقه القائك ونبره صوتك القويه قد بتخلينا نحس انه انت حدا صارت شخصيته قويه، قد اليوم فعلا هذا هي الموهبه، الفصاحه والخطابه بتعطي للشخص ثقة بالنفس عالية، ما عاد بصير عندك خوف أو رهبة من الناس. أنت عم توقفي اليوم أكيد قدام رفقاتك، قدام أي شخص اليوم عم تقرأي بكل ثقة، خلينا نوضح اليوم. تماما صحيح. هلا أنا قبل الرياضة أو مثل ما أنتم بتعرفوا ناي قبل الرياضة، أنا كنت شخصيتي قوية وحاضرة، يعني كنت متنكرة كمان، ولكن أنا أو ناي بعد الرياضة صرت أنا أقدر على إني واجه جمهور كبير بشيء ولا وصف، يعني طبعا من البعد للغرور، يعني صرت اقدر على اني واجه خوفي بشكل اكبر، صرت قادر على انه انا ما اخاف، ما اتوتر، كون انا واثقه بنفسي اكثر، والرياضه بتعطيك ثقه بالنفس، بتخليك تعرف على اصدقاء جدد، بتعطيك بتخليك تعيش المتعه والتنافس والدراسه يعني بشكل مع بعض. حلو اليوم التنافس الإيجابي بينك وبين رفقاتك. طبعاً. خلينا نروح لتجربة حصولك على المركز الأول، هاي التجربة كيف عشتيها، شو أهم شيء ممكن علق بذاكرتك من خلال هاي التجربة ولحظة إعلان النتيجة؟ هلا أنا وقت اللي عرفت إنه في مسابقات للرياضة، أنا حطيت أنا قعدت بيني وبين حالي وحطيت ببالي هدف المركز الأول، طبعاً على مستوى القطر. فدائما فانا مثل كنت مثل الرصيد، يعني رصيدي كان على مستوى المنطقه تدريب، ولكن كل ما نروح على مستوى جديد انا كنت ضعف المجهود، ضعف الرصيد، لحتى ما وصلنا على مستوى القطر صار الرصيد مضاعف بشكل كبير، وانا دراسه 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 طبعا، لحد ما انه حلم الواحد يتعب على الشيء ويحصل ثمره ويكون الثمر هيدا انه ولا احلى. كيف كانت الفرحه وقت قالوا ناي؟ ما في احلى من فرحه النجاح. اكيد. والنجاح انا بحب طبعا كثير فرحات النجاح، يعني
ودائما بتمنى اني يكون من هدول الفرحات يعني. ان شاء الله يا رب تضلي ناجحه. ناي عندي سؤال، انت اي صف؟ انا صف السادس ونجحت على الصف السابع. حلو، صف سابع. يعني اليوم لما انت عم تقراي شعر او قصائد اليوم عندك مخزونه منيح، حافظه كثير قصائد، انت اليوم عم تفهمي المعنى؟ يعني لما عم تقراي عم تسمعين شيء عم تكوني فهمانه المعنى اللي عم تقراي؟ خبرينا. اي طبعا، اي شعر. انا مثلا وقت اللي بدي اختار قصيده بختار القصيده اللي بتعجبني وبتلفتني واللي كان بتكون مفهومه على طفل مثل الرياده. تماما. ولكن القصائد اللي ما بتلفتني يعني تقيلي على طفل مثل الرياده اللي بتركها لبعدين. حلو، ايمتى بعدين؟ معناتها في شيء، في طموح اكبر. تمام. لا. في حلم. هلا الفصاحه والخطابه هي مانا مهنه أكيد، ولكن هي هوايه وابداع بحبها كثير. انا رح نضل برافتني، ولكن انا مستقبلا حابه اصير طبيب تجميل طبعا. ان شاء الله. ووين بدنا نروح بهي الابداع الجميل نحن؟ كيف بدنا طبعا بتضل مرافقتني وقت حزني وتعبي بركض هدول الشغلات. انا حاسستك بكره بحلاقيكي عم تلقي اشعار بالجامعات، يعني حتى لو الدكتوره اليوم مو غلط ابدا، نحن دائما مستضيف حدا دكتور ولكن موسيقي، دكتور ولكن كوتش رياضه، يعني هالهواي ما لازم تموت فيكي، انت حدا عندك دافع وعندك قوه جدا جميله لازم ننميها، صح ماما؟ طيب نسمع شيء كمان؟ حابه اسمعكم قصيده للشاعر قيس بن الملوح. الله، خلينا نسمع. بيقول فيها: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بثمدينا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطية النواجية. الله يعطيك العافية ناي، ما شاء الله عليكي. يعني اليوم ناي بتشوفي يلي من جيلك اليوم بتلاقيهم أغلبيتهم لاحقين سوشيال ميديا، عندهم محتوى معين أو ممكن عم يلجأوا دايما للشي اللي ما بيفيدهم بحياتهم، بعيدين كل البعد عن القراءة والخطابة. شو بتنصحيهم اليوم لحتى يلجأوا مثلك ويصيروا عن جد موهوبين وعندهم موهبة بالحياة؟ أنا صراحة ما بحب أجبر حدا على شيء، كل واحد اللي بيميل للي بيحبه. تماما. ولكن الفصاحة والخطابة بتطورك، يعني كمان مو بس إلقاء، فصاحة والخطابة تراكم معارف، هي مو بس إلقاء شعر، هي كمان بتميل للنحو، للإعرابات، للبحور، لهدول الأشياء. تمام. تخلي هيك عندك ثقافة حلوة وبتتعرفي على شعراء كيف كانوا عايشين، شو هي كانت اللغة المستخدمة. ناي إذا بدك هيك تودعينا بكلمة، شو بدك تحبي تقولي لكل حدا اليوم عم يشوفنا؟ بحب لكم شكرا مشاهدينا الكرام على الحلقة، يعني مشاهدتكم الحلوة، وبشكر مذيعاتنا الحلوين على هيك حلقة حلوة، وبشكر طبعا ماما هي أول حدا كان بيشجعني، وبابا الداعم إلي لماما، وبشكر الكادر الإذاعي، والله يحمي قادة البلد ويحمي سيدتي الياسمين، وبشكر مدرسة المنير الخاصة ومنظمة طلع على البعد. أكيد شكرا لك ناي، كنتي معنا لوجودك الحلو واللطيف معنا، وإن شاء الله يا رب هيك بنستضيفك بالأيام القادمة، بتكوني دائما حاصلة على المراكز الأولى. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. فخورين فيكي نحن ناي. تسلم. شكرا لك، هيك وناطرينك بمسابقات جديدة، تحديات طبعاً ومراكز طبعاً. مثل ما تعودنا على الأول. أكيد طبعا. شكرا لك ناي. أما نحن مكملين مشاهدينا بباقي فقراتنا الصباحية، وقبل ما ننتقل لنستقبل ضيف جديد ضمن صباحنا، خلينا نكون بأول تقاريرنا لليوم، وانعكاسا للتعاون الثقافي والأدبي بين سوريا وسلطنة عمان، أصدرت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء منشورات أدبية وثقافية لكتاب سوريين. خلينا نشوف باقي التفاصيل ضمن التقرير التالي. انعكاسا للتعاون الثقافي والأدبي بين سوريا وعمان، أصدرت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء منشورات أدبية وثقافية لكتاب سوريين، تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع اتحاد الكتاب العرب في سوريا بغية تعزيز الدور الثقافي والأدبي السوري. حرصنا الحقيقة والجمعية حرصت على وجود اتفاقية وتعاون بين الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وبين اتحاد الكتاب العرب في سوريا، خاصة ونحن يعني الجمعية والاتحاد كلاهما منضويان ضمن اتحاد الكتاب العرب.
وحرصا منا على هذا التعاون قمنا بتوقيع مذكرة التعاون في دمشق، ولذلك يعني تشمل هذه الاتفاقية النشر المشترك، بمعنى نحن ننشر كتب للكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب ينشر كتب للكتاب العمانيين. هذه الإصدارات السورية الأدبية نشرت في معرض مسقط الدولي للكتاب ولاقت رواجا كبيرا، حيث تهدف الجمعية لتوسيع هذا التعاون والسعي لاستضافة وفود ثقافية سورية في السلطنة لإحياء الأمسيات والفعاليات الثقافية وإثراء الجانب الثقافي والأدبي بين البلدين الشقيقين. تفعيلا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والاتحاد الكتاب العرب في سوريا، تقوم الجمعية بتدشين بعض الإصدارات المختارة. طبعا هذه الإصدارات هي مختارة وتكون بنشر المشترك ما بين الجمعية والاتحاد الكتاب العرب في سوريا، وطبعا نطمح أن تكون هذه اللي هي الإصدارات بداية تعاون أكبر وإن شاء الله ما بين الجمعية العمانية للكتاب والأدباء والاتحاد الكتاب العرب في سوريا. ويأتي هذا التعاون الهام تقديراً للقيمة الفكرية والحضارية وما تملكه سوريا وعمان من أدب وفكر رائد على مستوى المنطقة والعالم. انعكاساً للاتفاقية الموقعة بين الجمعية العمانية للكتاب والأدباء واتحاد الكتاب العرب في سوريا، يأتي إنتاج هذه الكتب السورية وعرضها في معرض مسقط الدولي للكتاب. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. وأكيد ضمن فقرتنا الطبية مشاهدينا رح نحكي عن التنظير السفلي أو تنظير الكولون كإجراء طبي، وغالبا تظهر اضطرابات الجهاز الهضمي والأمعاء على شكل أعراض عديدة. عندما بتتفاقم هاي الحالة يعتبر تنظير الجهاز الهضمي أداة حيوية لاكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة، لهيك يمكن رشا بيلجأوا الأطباء لهيدا الفحص كرمال نعرف إذا في أي مشكلة. اليوم مثل ما قلتي المبكرة تماماً. يعني دائما الأطباء بيقولوا الكشف المبكر لأي حالة كانت هضمية أو غير هضمية هي عم تكون حل بالنتائج الشفاء السريعة. اليوم رح نروح لنحكي أكثر عن هذا التنظير، التنظير كيف بيكون، كيف طريقته، شو قيمه الدكتور اليوم بيكون بحاجه لهذا التنظير، وشو هي اهم مخاطره وغيره من الاستفسارات حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور ملهم عبد العزيز علي، وحضرته استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بدايه نعرف المشاهدين احنا شو بنقصد بالتنظير بشكل عام والتنظير السفلي بشكل خاص. هلا مثل ما حكيت الأنسة انه هو ضروري جدا التشخيص المبكر لاي مرض بالجهاز بجسم الانسان، مو بس الجهاز الهضمي، التشخيص المبكر هو ضروري. هلا احنا عندنا اقسام للتنظير الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي هو يقسم من الفم الى الشرج، عندنا جهاز هضمي علوي وجهاز هضمي سفلي بالاضافه الى امراض الكبد والبنكرياس الى تنظير خاص وتصوير خاص. فنحن عندنا التنظير الهضمي العلوي والتنظير الهضمي السفلي وتصوير الاقنيه الصفراويه او الاي ار سي بي. هلا اذا بدنا نفصل شوي على تنظير الهضم السفلي، له أهمية أكثر من تنظير الهضم العلوي بكثير، لأنه نحن تنظير الهضم العلوي مشاكله أو أمراضه فينا نستعين عن التنظير شوي أحيانا عن طريق اختبارات تنفسية أو شيء، أما التنظير الهضم السفلي ضروري لتشخيص وفحص السرير الدقيق للأمراض المختلفة. هو التنظير هو إجراء بسيط آمن جدا، العالم كله متخوف منه، تخاف منه، بقول أنا لا بعمل أي شيء دكتور وما بعمل تنظير، أخبرني عام بالك يعني ممكن أنا أعمل قسطرة قلبية وما أعمل تنظير، رغم أنه في تخدير. يعني نحن الإجراء هو أول شيء تحضير، تحضيره هو صعب، يعني أنت مو التنظير كإجراء لأنه هو 10 دقائق 12 دقيقة، ولكن التحضير لأنه بده ياخذ المريض ملينات ومسهلات عشان ينظف كامل الكولون قبل 24 ساعة، بالإضافة إلى السوائل لحتى يكون الكولون نظيف. وقت نحن نعمل تنظير كولون نشوف بالكاميرا شو في جوا. المنظار هو منظار بسيط مرن شي متر ونص سنتي تقريبا، يحتوي كاميرا ويحتوي وركشوب قناة عمل ويحتوي إلى ضوء عشان يعطينا الصورة الأساسية. وقت يجينا المريض نحن بأعراض هضمية، هلا منفصلها شوي. أنت أنا هون بدي أسألك، يعني أنت اليوم كطبيب اليوم إيمت أنت بتضطر لي التنظير؟ يعني شو بتكون الحالات اللي تستوجب؟ هلا للأسف نحن ما عندنا ثقافة طبية تنظيم بهذا الموضوع. برجع بقول لك يعني دائما بعاني مع المرضى أنه بيضلوا 6 سنين لحتى ياخذوا القرار.
ياخذوا قرار بعدين. شو الشكوى اللي بيجوا فيها؟ يعني مثلا هلا الشباب، انا اعمار الشباب، وجود البواسير، البواسير او التوسعات الوعائيه، واغلب الناس وخاصه الحلاقين او بنقول اللي بيشتغلوا مهن بدها وقفه كثير او قاعدين فتره طويله مكتبيه او شيء، فالبواسير كهو عرض نكسه المتكرر او يعني ظهوره اول مره وثاني مره خاصه بعمر الشباب. احنا ما نقول بس بواسير، لازم ننظر لحتى نشوف شو فيه. ظهور الدم، يعني انا مثلا عندي اذا بدي اسمم الاعراض، الم البطني المبهم ما يحتاج تنظير هضمي، الم بطني مبهم لانه اغلبيتهم بيكونوا اي بي اس او تشنج كولون عصبي، ولكن ظهور اعراض هضميه سفليه غير الالم البطني مثل مثلا وجود الدم بالبراز. نعم. اول شيء بنقول تغير عدد التغوط، مره امساك مره اسهال، مره امساك مره اسهال لفترات متعدده، او امساك كميه كبيره وقت طويل 5-7 ايام عدم خروج، او اسهال لوقت طويل. هلا عند الشباب وقت يطلع الدم مره واثنين وثلاثه ما بقول انا بدي هي بواسير، لا، ممكن اعمل تنظير كولون لاكتشف الامراض. عند الكبار اهم عرض عندي هو الامساك، الامساك ونقص الوزن، يعني انا ممكن الجا بهي الحاله. عم نحكي نحن سريريا العكس، الامساك زياده وزن. ايه هو ممكن انه ما بحب بيخرج او شيء، ولكن يترافق دائما الامساك عند كبار السن بالاورام والاورام الهضميه. فوجود الامساك عند كبير السن مع نقص وزن هذا خلص مؤشر هاي ريسك انه يلا انا لازم اعمل تنظير ضروري بالاجبار، يعني لو بدي اجبر المريض لازم اعمل تنظير. عند الشباب ممكن نتهاون شوي، ممكن نعمل طبقه محوري، ممكن تعمل رنين مغناطيسي اذا هو خايف من المنظار. بس انا حابب نوه اهم شيء بهي الفقره انه احنا منظار الكولون ما بيخوف، لا بيعمل جروح ولا بيعمل اختلاطات جوا او بيعمل انسقاب لا سمح الله، خاصه اذا كان الطبيب ايده خبيره والمريض محضر بشكل نفسي جيد. صحيح دكتور، ذكرت انه نحن اليوم يمكن ما في ثقافه او وعي كثير بهذا الموضوع، لهيك الناس بتتخوف منه. خلينا نخبر اكثر شو هي التحضيرات يلي بتسبق مرحله التنظير الهضمي. يعني هلا هلا التنظير في له يوم تحضير، هلا العلوي اسهل ليش من تنظير المعده؟ لانه صرت صيام 6 ساعات فقط. اما تنظير الكولون نحن لازم قبل بيومين نبلش سوائل، نوقف الاكلات الجامده او الاكلات الصلبه لانه بتؤدي لتشكل كتله برازيه بتعيقنا بالاجراء التنظيري. فلازم اول شيء نضل يومين على سوائل وعصائر رائقه تماما. في عنا ظروف هيك بنحلها بلتر ماء او 4 ظروف مثل ملينات، هي نستخدمها او نشربها على مدار 12 ساعه قبل يوم التنظير. في حبوب كمان مثل معروف هو زيت الخروع او شيء نحن بنعمله، بتعمل مغص هي دكتور كثير، بتعمل مغص، بتعمل مغص هي كثير. فممكن نحن نحط مثلا هدول الحبوب نستخدمهم كل ساعتين حبتين بالاضافه الى الحقن الشرجيه. التحضير هو الصعب لانه انت ما فيك تتحرك، بدك تضل قريب من بالبيت يعني، ولانه في خروج متكرر بصير في اسهال شديد يعني. فكمان بفيدنا المريض يكون عم يراقب الاسهال كيف، هل في دم كثير، هل عم يطلع معه شيء جلطات دمويه او شيء، انا هي بتفيدني بالتشخيص الثاني بعد اجراء التنظير. فالتحضير هو الصعب فقط، يعني انا بالتنظير الكولون لازم هو انه التحضير الصعب. طيب دكتور، يعني هدول الاجراءات وقت بيكون المريض يعني على وعي وثقافه انه هو بحاجه لها، ممكن تكون هيني القصه عندك، ولكن هل في مضاعفات بعد اجراء عمليه التنظير؟ هل نحن تحت تخدير عام؟ تماما. هلا هو هي فكره كثير مهمه، نحن ما له تخدير عمليات، يعني ما بندخل عمليه، نحن بنجري بالعياده اجراء تنظير الهضمي العلوي والسفلي بالعياده، فقط تصوير الاغنيه الصفراويه بصير بعمليه لانه بده جهاز خاص. فالتخدير هو بروبوفول، ماده امنه جدا بسيطه، بتنعطى عن طريق وريد، لا هو تنوين يعني سيديشن تركيب فينا نقول، عن طريق الوريد بنفتح وريد وبنعطيه للمريض 5 سم من هاي الماده، بينام نوم عميق فينا نسميه، بس هو تنفسا قلبيا ما له موصول على اجهزه التنفس، مراقب بالمونيتور فقط، ممكن نحتاج اكسجين احيانا اذا نزل اكسجين. ما بتتخوف من اي طارئ دكتور؟ هلا اكيد رح تكون عيادتنا مجهزه، نحن مجهزينها بامبو، مجهزينها لا سمح الله اذا احتجنا تمسيد او دعم حياه المتقدم موجود. وكمان في عندنا الاستشارات بدها تكون قبل، يعني مريض عمره 60 سنه استشاره قلبيه، مريضه بدينه بدنا نراعي هذا الموضوع انه البدانه كثير بتاثر علينا بالاجراء، لانه هو الوضعيه اذا بدنا نفهمها نحن بين قوسين هي المريض ينام على جنبه اليسار وبده يطوي ركبه على بطنه لياخذ هي الوضعيه حتى الكولون ينفرد. الكولون هو على تقريبا 1.60 متر هو كله زوايا، يعني اذا بنخيله فهو زوايا. فوقت بنلاقي مثلا المريض العصبي كثير بيكون عصبي خلال حياته بنلاقي كولون كثير متزوج بصراحه له علاقه فيه يعني. فبتلاقي نحن بتعذر كطبيب بالاجراء لانه انت لازم يكون دخولك سريع ما له راد، عرفتي، ويكون تجاوز الزوايا يكون سهل لتوصل لنهايه الامعاء الدقيقه. الهدف منها تشخيص بهي المنطقه،
تمام. تفضلي. تمام دكتور، يعني ذكرت نقطة، اليوم في كثير من الناس عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط والقلب، طب هذول اليوم قادرين فعلا يلجأوا للتنظير بما أنه نحن عم نحكي عن تخدير، فخبرنا أكثر كل ما نعطي نحن أهم شغلة مثل ما حكيت لحضرتك، إذا كان المريض عنده مشكلة قلبية حقيقية الـ EF 27 25 وظيفة القلب وقصور القلب يحتاج استشارة قلبية وقد تكون تخديرية، وهذا بنعمل بالمشفى بصراحة لأنه يحمل هاي ريسك يعني. فنحن وأهم شغلة بالتنظير الهضمي السفلي إنه ممكن نحرض وقت الدخول بقناة الشرج أو بالشرج بشكل عام، بصير تحريضنا المبهم للعصب المبهم، فبصير بطء نبض، هي كمان بنكون كتير دقيقين عليها، ولكن هو أأمن من العلوي لأنه ما في شيء مجرى تنفس، إحنا عم نشتغل بالكولون يعني بعد من فوق. هلا أهم شغلة بيهمني بالمرضى التمييع، وقت يكون المريض عم ياخذ مميع، مريض قلبي، هذا كتير بهمنا لأنه نحن ممكن جوا نعمل إجراءات نحن بنحكي عنها، نستأصل بوليب، نحقن قرحة، ناخذ خزعة، فإذا كان عم ياخذ وارفارين أو مميع قوي كتير لازم يكون مدروس وموقف قبل 72 ساعة. للأسف حكيم في كتير أشخاص يعني ما قدروا أنهم يعملوا هذا التنظير بسبب الوضع القلبي اللي عندهم، يعني الدكتور امتنع كان عندهم حالك. نعم نحكي بفكرة بطريقة التنظير، ووصلنا نحن بنهاية الكاميرا لنهاية الأمعاء الكولون يعني بداية الأمعاء الدقيقة. فيما بعد كنتائج يعني بفي المريض مرتاح في شي مضاعفات، هل هو بحاجة أنه يرتاح؟ هل أنت بدك تقارني فئات المنظار بالآثار الجانبية بيقول له لا، فانا متحمل اثر جانبي. هلا اهم اثر او اسوء اثر ممكن يصير او ازعاج هو البلوتينج، النفخه الشديده، لانه بتنفخ غاز. نحن عندنا كولون عم يتحرك بشكل هو ليف عضلي، هو ليف عضلي، هو عضلات عم تتحرك، فوقت نحن بندخل بالمنظار من تحت بدنا ننفخ قدامنا، نفتح الساحه، فبصير في ضغط هواء، هذا الهواء ما فيني اسحبه كله وانا طالع. شو بيعمل له للمريض؟ يعني بيعمل نفخه شديده، بده يضطر على الحمام اكثر من مره، بده يضطر يشرب وياكل شويه، لانه هو معدته 24 ساعه او كولون بلا اكل، بده يبلش شوي شوي، فبده يحس بانضغاطات انزعاجات. هلا النزيف حقيقي ما في، عرفتي امتى بصير لا سمح الله؟ في عندنا مرض بالكولون بسموه داء الرتوج. شو هو دكتور؟ داء الرتوج هو مثل جيوب صغيره متشكله ضمن الكولون وبتحوي بعض المفرزات البرازيه، هي قد تلتهب او تنزف او قد تنسقب. بس الدكتور يعني عنده خبره، ممكن لا سمح الله اذا ما كان منتبه، اذا ما عنده خبره يدخل بالرتج فيعمل انسقاب للمريض. هي خطر الوحيد بالتنظير الكولون هو البرفريشن الممكن يصير. طيب عندي سؤال دكتور، مده التنظير قد ايه بتكون؟ هل هي بتطول او لا؟ خلينا هلا حسب انت شو ناوي نعمل نحن بالمنظار يعني. اذا نحن بس فقط منظار تشخيصي، اذا في خبره ممكن 10 دقائق 12 دقيقه. اما اذا كان عندي مثلا انا بوليب على سبيل المثال، شو يعني بوليب؟ يعني هو مثل حبه صغيره تتوسع او تندب ليفي، هذا نحن لازم نشخصه، ناخذ منه خزعات ولازم نستأصله لانه داخل الامعاء قصدك دكتور، بصير داخل الكولون بصير ورم. انا فكرتي هون انه يا جماعه اي حدا فوق ال 45 سنه ينظر الكولون، لانه اورام الكولون ما له مثل الكولون، ما له موعى، نحن ما بنحس بالفضلات عم تمشي بكولوننا، فما في اعصاب، ما في احساس. فاعراضه الهضميه يعني ممكن الولد يا حرام المريض يصير معه سرطان وما له حاسس بحاله، فضروري تنظير الكولون. طيب دكتور بعد هدول الاجراءات شو اهم الحالات او اكثر شيء شيوعا يعني عم تلاقوا انه موجوده انه عم تطلع خلال التنظيم؟ هلا انا اكثر شيء عم شوفه بعمر الشباب بال 35 سنه او 30 كولون عصبي. شنو كولون عصبي اللي هي بصمه، هي بصمه مع الهويه يعني. بيحكي معك المريض بيقول لك دكتور انا معي امساك ومعي اسهال وانا معي كولون عصبي، هو مشخص حاله احيانا لا بجوز. وجارتي اعطتني هذا الظرف، وجارتي اعطتني هذا الظرف كثير بتحكى عليه، وانا سافرت برا سوريا شهرين انبسطت، عرفتي؟ فلا هو نحن تنظير يعني لازم نفهم انه في عندنا امراض بتعمل هي الاعراض هي. هلا انا الشباب كثير منبه انه انت روح نظر اذا عندك بواسير ناكسه متكرره او عندك دم بالبراز او عندك اسهال مزمن او عندك حتى الام عضليه او الام مفصليه او حتى تشوش بالرؤيه، لانه هي في عندنا مرضين بالكولون، داء كولون والتهاب الكولون القرحي بيعطوا هي الاعراض وما بتشخصوا غير بالمنظار، عرفتي؟ اما الكبار بالسن اي حدا فوق ال 40 45 سنه للاسف انا بشوف اورام او بشوف بوليبات، فلا بد من تنظير الكولون. يعني نحن اهم شيء ممكن نربط بواسير، ممكن نستأصل بوليبات، وممكن نحقن قرحات اثناء الاجراء. تمام دكتور، شو في نقاط حابب تضوي عليها اليوم بموضوع التنظير السفلي او التنظير العام؟ هلا بشكل عام انا موضوع التنظير اهم شيء ينعمل بعد استشارات تخديريه مثل ما حكينا عند مرضى كبار السن، وما نضل متخوفين منه. انا مشكلتي انه يعني هلا يمكن على الطريق عم بحكي انا وحدا قلت له انه
عم لك تنظير هضمي علوي. لا دخيلك دكتور ما بدي تنظير ارجوك. انت دكتور اذا اخذت كمان في المخشف. فانا بنصح اي حدا عن جد عنده عرض هضمي مهم او متكرر يعمل تنظير هضمي سفلي. واذا كان كبير بالسن وعنا اقارب الدرجه الاولى هي لازم حطها نقطه مهمه كثير انه يعملوا تنظير. اذا عنده حدا مثلا عنده ورم الاب او الام او الاخت او الاخ او الخال او العم لازم نحن نعمل تنظير لكل افراد العائله لانه بجوز يكون يصير في ورم ونحن ما نحسب حساب. طيب دكتور هل في بعض الحالات ممكن الكولون يصير فيه ثقب؟ طبعا هلا هي حالات البرفيريشن هي قلت لك عنها داء الرتوج. هلا حكينا انه ممكن تجي كتله برازيه بهذه المنطقه وتلتهب وتنسقب تعمل ثقب وبالتالي بيسبب دخول باقي الامعاء. لا هلا هون اذا صار في ثقب نحن حاله اسعافيه امرجنسي بدنا دخول مشفى بدنا جراحه اسعافيه لانه ندخل بالتهاب سفاق او التهاب بريتوان بنسمي هذا النسيج المحيط بالبطن بسموه البريتوان. التهاب بريتوان معمم هذا حاله مهدده للحياه. اعراض الاحتشاءات المساريقيه كمان تحتاج جراحه. والامراض المزمنه اللي حكينا عنها قبل شوي تبع داء كرون والتهاب الكولون قرحي لانه داء كرون بيعمل نواسير بيفتح مثل ناسور بين الكولون والجلد او بين الكولون والمثانه او المهبل لدى المراه. فهي حالات بصير فيها انسقاء. فنحن خلينا ننظر بكير ما نخاف فعالي كولونيا هاي الكلمة ومن شكل انه في عن جد في كولونات بتطول الاجراء يعني في كولونات سبحان الله بتكون طويلة والمريض نحيف كتير بيعذب اثناء الاجراء لانه بيكون كولونه كتير زوايا والمريض السنين كمان بيعذب انه يكون بيكون كولون ممتط شوي. فالاجراء هو ما في اثار جانبيه سيئه. هي بشان السؤال امن كرمال طمن كل حدا شوفنا تمام. يعني معلومات كثير مهمه دكتور من حضرتك. خلينا هيك بس بالختام نعطي نصائح سريعه لكل يلي عم يتابعونا لليوم. هلا نحن حتى نحمي كولوننا اذا بنقول خلينا نعامل الكولون مثل اي شيء بالجسم مو بس نهتم بوشنا وكذا نهتم بالكولون يعني. فلازم يكون اكلنا متنوع ومتعدد للعسل لا ونعتمد على الالياف كثير ويكون اكلنا بعيد عن النشويات بكميه كثيره عشان ما يصير عندنا امساك خاصه كبار السن والمقاعدين لازم يكون اكلهم فيه الياف وسوائل. بدنا نشكرك دكتور لحضورك لكل المعلومات يلي ذكرتها ونرجع دائما نقول نحن الوقاية والتشفيك المبكر لأي حالة هي أول خطوة بالعلاج بوفر رحلة عليك وعلى المريض. شكرا دكتور ملهم عبد العزيز علي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. صباح الخير لك عن جديد. شكرا لك لكم يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور ولوجودك معنا لليوم. كملين معكم مشاهدينا ورح ننتقل لتاني تقاريرنا لليوم من اللاذقية عروض فنية ورياضة راقصة بعنوان وطن الغار أحيتها فرقة ريمال للمسرح الراقص بالتعاون مع مديرية الثقافة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. التفاصيل بالتقرير التالي. عروض فنية ورياضية راقصة بعنوان وطن الغار أحيتها فرقة ريمال للمسرح الراقص بالتعاون مع مديرية الثقافة هنا على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية. العرض هو بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية وهو إتاحة فرصة لمجموعة واسعة من اليافعين والشباب حتى الأطفال ومجموعة من ذوي الهمام لتقديم مواهبهم على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية لحتى يستمتع الجمهور الكبير اللي حاضران معنا اليوم بالمسرح بهاي المواهب. وهي مثل ما حكيت لك يعني هي فرصة لكل المشاركين لحتى يسخلوا هاي المواهب ويطوروها. العمل بيحوي 20 لوحة بتتراوح بين الزومبا والجمباز والفنون الشعبية بالإضافة للوحات الشرقي ولوحات الموجودة عنا بالنادي جميعا. وفي عنا يعني هيك لوحة خاصة كتير هي لذوي الهمم معنا حبينا يشاركونا بهذا الشيء وكانوا كتير رائعين وعملوا لوحة كتير حلوة هلا بتشوفوها. وإلنا فترة عم نجهز لهذا العرض بحوالي شهرين تقريبا. اليوم نحن جايين حتى نقدم عرض بيعكس التراث الثقافي عبارة عن لوحات تعبيرية فيها نوع من كسر حاجز الخوف لجميع المشتركات اللي بيكونوا بتعزز الثقة بالنفس. ونحن عنا كل سنة الحفل السنوي لنادينا لدعم المواهب لصقل شخصياتهم لحتى نخليهم عندهم يفتخروا بحالهم قدام أهاليهم قدام الجمهور لأنه نحن هلا هذا الجيل لازم ندعمه بكل ما عنا من فرص لحتى نعمل بيئة سليمة للطفل. كثير مبسوطة نشارك فيها رقصة غنية جامدة جسمي نشارك فيها كثير مبسوط فيها.
20 لوحة لأطفال ويافعين وذوي إعاقة تناغمت على المسرح لتشكل هالة من الفرح والحب. 3 شهور نحن صرنا عم نتدرب، نحن كتير مبسوطين لأنه نحن تعبنا كتير. يا عرض زومبا مع الكوت جودي، والكوت جودي كتير منحبها لأنه روح التعب علينا كتير. أنا ورفقاتي رح نشارك برقصة الزومبا. فعالية وطن الغار نتاج عمل متواصل من التدريب والتأهيل وصقل للمهارات استمر لعدة أشهر لتعزيز وتنمية المواهب الشابة. مكملين معكم بصباحنا لليوم، وحنروح هيك لفقرة نحكي فيها عن الإبداع. كل حدا فينا يا هادي بيولد عنده إبداع بمجال ما. شفنا ناي كيف كان عندها هي الهواية بالفصاحة وأشجار وإبداع جدا جميل، وعم نشوف طاقات شبابية بتجنن بتحمل طاقات إبداعية بحاجة دائما للدعم. هدول الطاقات بحاجة بتكون كامنة عندنا، بحاجة لهذا الدعم لحتى نقدر نبرز جماليتها، وخاصة اليوم يعني ضيفنا رسام وهو هاوي وطالب بكلية الفنون. أكيد يا رشا، يعني اليوم فعلا صباحنا هو غني بالمواهب، وتعودنا دايما ضمن صباحنا نسلط الضوء وندعم هي المواهب، لأن هي فعلا بحاجة لتسليط ضوء ولا دعم أكيد من الأشخاص اللي حواليه. ضيفنا لليوم موهوب بالرسم، بيعتمد على المدرسة الواقعية، بيرسم كتير من اللوحات البورتري. رح نتعرف أكثر تفاصيل عن موهبته. بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم علي هشام حمود، طالب في كلية الفنون جميلة جامعة دمشق. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير، كيفك؟ تمام. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتعرف عليك أكثر، على هي الموهبة الجميلة، إمتى بلشت فيها؟ بلشت فيها من الطفولة وصرت طورها مع الأيام، إنه بالابتدائي صرت روح معاهد طورها، اتدرب منيح. بالإعدادي تعرفت على الإعلامي رائد خليل، كان له فضل كبير، علمني على الكاريكاتير وخصوصي بالبورتري. رسم الكاريكاتير ساعدني لحتى اطور هذه الموهبه اكثر واتقن الواقعيه بالوجوه والبورتري اكثر لحتى تطلع على شكل اقرب للصور الفوتوغرافيه. بعدها انه بعد مرحله البكالوريا تعرفت على الانسه روان الواع، وكان لها فضل كبير علي انه فوت مجال الفنون الجميله وابدا فيه. حبيت يعني تسقل هي الموهبة بالدراسة الأكاديمية. فصلنا نطور منها بالكلية بمساعدة الدكاترة، من بينهم الدكتور عبد الله صالومي والدكتور محمد علبي، كمان لهم فضل كبير. بمساعدة رفقاتي اللي سابقيني بالسنين اللي بعد، بالدراسات والمدارس الواقعية أكثر شيء، لأنه هي تعدد مدارس كتير وكتير صعبة يعني. فبلشنا بالواقع وعم نحاول أتقنه قدر الإمكان لحتى ننتقل للي بعدها، لأنه الفنان بشكل عام ما هو فنان على مدرسة واحدة أو موهبة واحدة، لازم يكون متقن كل شيء، أتقن كل التفاصيل، كل العمليات، تعرف على كل المدارس ويقدر يعرف ثقافة كل مدرسة وانتماءها. تمام. ويمكن كتير حلو اليوم أنه أنت عندك هاي الموهبة من الصغار، وأنت اليوم كملت هاي الموهبة بشكل أكاديمي، دخلت لكلية الفنون الجميلة، عم نتابع عبر الشاشة العديد من اللوحات اليوم يلي أنت شغلون عليه. خلينا نوضح للمشاهدين شو النمط يلي بتحب ترسمه، وعم نشوف أكتريتها في بورتري صور، خلينا نحكي أكثر. هلا مبدئيا أكثر الرسومات اللي بحب السماء، انه بغض النظر عن البورتري، هي الماسكات. الماسكات التماثيل، وخصوصا التماثيل الاغريقيه واليونانيه مثل سقراط افلاطون. بعدين بتجي بالمرحله الثانيه هي البورتري. بس اي شيء برسمه سواء بورتري او طبيعه صامته او ماسكات او اي شيء، بحاول اتقن فيه دائما الواقعي او بالتشريح، المدرسه التشريحيه او الدراسه التشريحيه لحركات الجسد، حركات عضلات الوجه، كل هدول بيساعدوا منشان تبين الصورة واقعية أكثر بالرسم. معناتها هون علي عندك شوية خبرة بلغة الجسد يعني لحتى تقدر تعطي الصورة حقها يعني. هي نوعاً ما. نوعاً ما. طيب اليوم شو هي الأدوات اللي ممكن أنت تحتاجها من خلال رسمك؟ يعني هلا بسيطة، ممكن تحتاج لشيء مواد تقيلة لحتى تقدر تظهر جمالية اللوحة؟ هلا بالنسبة لدراستنا نحن تقريباً عم نستعمل كل شيء. بس أكثر شيء متمكن منه أو حالياً كتمكين شوي هو الخشب، سواء رصاص أو فحم أو ألوان، وهو أكثر شيء بيطلع الواقعية. بحب طورها أكثر منشان بعرف أشتغل قواش، لازم طورها أكثر. المائيات، الزيتي، الحبر كمان بيطلع واقعية بحتة تقريباً. كل هدول بيساعدوا منشان تطلع الواقعية، بس أكثر شيء متمكن منه حالياً هو الرصاص والفحم.
تمام. خلينا نحكي عن اللوحات الموجودين اليوم، قد ايه اخذوا معك وقت لحتى انجزت هيدي اللوحه؟ هلا هدول اللوحات كانوا بمشاركتي بالمعرض اللي كان من يومين. من يومين خلص. وين كان المعرض عليه؟ كان بفريق 100 كاتب وكاتب انضميت له عجديد، وبالمركز الثقافي بكفر سوسة اشتركنا بالمعرض، وكان في انا وكم زميل من الفنون الجميله مشاركين فيه، طلاب بالاضافه لهواة من خارج الكليه. طيب بس شاركت بهدول اللوحتين؟ شاركنا فيهم، وكانوا اخذوا وقت منيح والله، اخذوا تقريبا كل وحده اسبوعين او اسبوع وشوي. كيف كانت الاصداء؟ كيف كان الاصداء عليهم؟ كيف كانت اراء الناس حوالين اللوحات؟ هلا مبدئيا على الحضور اللي كان موجود وعلى اللوحات اللي كانت موجوده، تقريبا كانوا من اللوحات الاقوياء يعني. حلو. شو بتحس اليوم المعارض ممكن تقدم لك، يعني كونك خطي التجربه، بشعر انه ممكن انت تستفيد من خبرات زملائك، انه ممكن تاخذ بعض الملاحظات، تعدل بشيء ما، يعني يكون عندك حافز لمعرض جديد؟ هلا هو الحافز دائما موجود، وانه الواحد دائما بده يتطور نتيجه الزملاء، واكثر شيء يعني زملاء الدراسه او العمل هنن اللي بيطوروا من موهبه الشخص طالما الشخص عنده طموح. يعني انا شفت رفيقي مثلا سنه ثالثه عم يشتغل بالطريقه الفلانيه، انه ليش اشتغلت كذا؟ لانه بتعطي النتائج هيك هيك هيك، بصير استشير فيه، ينصحني، يعلمني كذا، يساعدني. رفقاتي بشكل عام كان لهم فضل كثير كبير انه يساعدوني بهذا الشيء، وخصوصي بكليتنا نحن يعني اعتمادنا كله على بعض. انا بتعطوا نصائح لبعض، هون غلط، هون لو عامل هيك بيكون افضل، لو تماما يعني. هلا انا فتت ما بعرف اشتغل بالقواش مثلا، ما بعرف امسك ريشه، رفقاتي ساعدوني، في عالم ما بتعرف تمسك قلم رصاص اصلا كمان ساعدناها وهيك. كثير حلو هيدا الدعم اليوم، ان كان من قبل الاهل او من قبل رفقاتك اليوم. خلينا نحكي، كل شاب اليوم عنده يمكن موهبه وعنده مشروع معين، بيمكن يواجه صعوبات او تحديات بحياته، خلينا نحكي شويه التحديات اللي واجهت عليه خلال موهبته بالرسم. والله هو التحديات اجت من كل النواحي تقريبا يعني فتاتي جروحاته يا ايه والله. هلا كان في محاربات كثير، وكان في ضغوط كثير من ناحيه الموهبه او الدراسه بشكل عام، لانه هي فاتت يعني بمجال الدراسه. كان في ضغط من ناحيه مثلا دوامنا بالجامعه كثير كان صعب، بالاضافه للشغل الخارجي، بالاضافه انه كان في عندنا مثلا وظائف خارجيه لازم نعملها مثلا خارج الجامعه ونجيبها بيوم من الايام. بغض النظر عن المشاكل وهيك، فالواحد ما لازم يوقف، سواء كان طموح او كانت دراسه او كانت حلم له، ما لازم يوقف عن ضغط. واثنين كلياتنا بدنا نمر بظروف، كلياتنا بدنا نمر بمشاكل اجباري، لازم الواحد يتخطاها لحتى يوصل للنقطه اللي هو بده اياها او بيحلم فيها. طيب طالما ذكرت الطموح علي، ولكل حدا منا كان في طموح بحياته، في ناس تاخرت لوصلت بس وصلت، وفي ناس كانت مثل ما بيقولوا طريق ممهد امامها. يعني نحن اليوم للاسف جيل الشباب يعني ظروف صعبه ما كثير عم بتساعد لتحقيق طموحاتهم، ولكن فيما بعد، بعد ما ننهي الكليه، لوين علي بده يروح؟ والله هو دائما الخير فيما اختاره الله، لانه في اختصاصات كثيره عندنا يعني، فشو ما اختار انه يعني الحمد لله رضيان، يعني هن الخمس اختصاصات انا حابب انه اكون ابدع فيهم الخمسه ان شاء الله. سواء شو ما كان الاختصاص، شو ما كانت دراستي لقدام، انا بعرف انه في نقطه معينه بدي اوصلها وان شاء الله رح اقدر. تمام علي، في وقت معين بتحب ترسم فيه؟ يعني مثلا بقول لك في اشخاص انا بحب ارسم بالليل على هدوء، او في اشخاص مع فنجان قهوه او اي مكان او اي منظر. خبرني انت اليوم ايمت ممكن هيك يجيك الالهام انه انت فعلا حابب ترسم لليوم؟ هلا قبل ما فوت الكليه او حتى بعد ما فتها، مستحيل قليل كثير انه يمر نهار واحد بدون ما ولو على القليل شخبر شخبره على زاويه الدفتر اصلا وانا ما ادرس. اما حاليا اكثر شيء هيك بيعطيني دافع اني ارسم وطول بالرسمه واعطيها حقها، لما اكون بالجامعه حوالين رفقاتي، كل واحد عم يدرس، كل واحد عم يرسم، هذا الشيء كمان بشجع يعني لحتى الواحد يستمر انه يعمل شيء مبدع يفتخر فيه قدام رفقاته، يفتخر قدام اهله، يفتخر قدام دكاترته انه وصل لهالمرحله هذه. يعني هلا بالرسمات اللي انعرضت بتلاقي فرق كبير بين كل رسمه ورسمه، هي نتيجه انه
ما في وقت زمني طويل بيناتهم، هو وقت زمني قصير بس نتيجة كم المعلومات الهائلة خبرات اللي بتجي من فترة لفترة. يمكن أو إذا أخذت لوحة اليوم قارنتها بلوحة من سنة ماضية تضحك. قارنته إيه حرفياً كتير ضحكت. ضحكت؟ إيه والله كتير. كلنا بنمرق بهاي القصص يعني أحيان من أي شيء بنعمله، أنه حتى على مستوى بوست بتنزله أنت من كذا سنة أو فأنا هيك كنت فكر، هذا الشيء بيزيدنا خبرات. اليوم علي أنت بحاجة أيضاً يعني مع الكلية، هل بتفكر أنك تعمل كورسات تزيد هاي الخبرات خارجية بعيداً عن الكلية، أو بتحس لا ما رح تفيدك أنه الكلية عم تعطيك كل شيء؟ هلا أي شيء خارجي أو جوا الكلية أو هيك كله رح يفيد، وكله له طريقة معينة، سواء كانت كورسات مثلا بالزيتي أو المائيات من ناحية اللوحات، أو كورسات من ناحية التصميم الجرافيكي أو الانتريان ديزاين أو الجرافيك ديزاين. لا أنا أفضل أنه الواحد يتابع بحاله بنتيجة الكورسات، أو دائما يستمر ما يوقف عند نقطة معينة. تتابع هيك أونلاين على الفيس، بتتفرج معارض شو في جديد بهي القصص، ممكن تدعمكم أنتو كطلاب؟ هي أكيد يعني دائما نحن لما نشوف أنه الفنان الفلاني عامل معرض، مثل عميد الكلية فؤاد دحدوح لما عمل المعرض تبعه، تقريبا كل الكلية راحت لأنه كلها بتفيدنا. صح، كل الخبرات التغذية البصرية اللي بدنا ناخدها من اللوحة وهيك، كلها تعليم إلنا أنه نحن كيف بدنا نشتغل لقدام، كيف بدنا نوصل لنقطة معينة لما نعمل معرض فردي، عن أنه نمط نشتغل، أنه فكرة نشتغل، كيف نشتغل صح. كل هالشغلات بتفيدنا أكيد. لحتى نوصل للنجاح لازم دايما نكون في تجارب سابقة. وبنشكرك كتير، كنت معنا علي هشام حمود طالب في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق. شكرا لك لوجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بحياتك. شكرا لك. شكرا علي، ومن خلالك هيك بدنا نوجه تحية لكل طلاب كلية الفنون. نحن عنا شباب عنده طاقة كتير حلوة ودائما بحاجة لقدام. إن شاء الله هيك نشوف اسمك بين الفنانين الناجحين، ونشوفك بمعارض ناجحة. ان شاء الله مستقبلك يكون حلو. شكرا يا علي لحضورك. اهلا وسهلا. نحن لهون هايدي انتهى مشوارنا الصباحي، تضلي بخير يا هايدي. انت كمان يا رشا. شكرا لك. اكيد بدي اتشكر كل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، مثل ما بلشنا هذا الصباح بامنيات جميله ولطيفه لنا ولكم، يا رب يكون هذا النهار خير علينا ونكفيه مع الناس الايجابيين السائدين اللي بنحبهم بحياتنا. لقونا بكره، ومن هلا لوقتها كونوا بالف خير. اكيد نتشكر الكادر الفني والمعدي هلا السعدي. اكيد بقيه نهار حلو لكم مشاهدينا. شكرا لكم للمتابعه، ولا تنسوا اكيد موعدنا بيتجدد بكره معكم بنفس التوقيت، ضيوف جدد وفقرات جديده. ومن هلا لبكره تبقوا بالف خير وصحه. باي باي باي.